مساء الخير واهلا بحضراتكم. قراءه سريعه لاهم ما طلعتنا به صحافه الغد باذن الله، مجموعه من اهم المنشطات الصادره في صحافه الغد سواء الصحف القوميه او الصحف المستقله. بنبداها مع حضراتكم من صحيفه الشروق، وفيها الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي بمشروع الدلتا الجديده. من المصري اليوم، مصر تقود الجهود الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي. من اليوم السابع، المصرية للأقمار الصناعية إطلاق نايلسات 301 غدا على قمر فالكون 9. وأخيرا من صحيفة الأهرام، حملة طرق الأبواب تحاصر جائحة كورونا في كل بيت مصري. من جديد أهلا بحضراتكم. أولى أخبارنا من صحيفة الشروق، وفيها الحديث عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوجه باستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة. تفاصيل الخبر من الشروق تقول: اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. اطلع الرئيس على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتا الجديدة، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبع، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر. وقد وجه الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة في سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقي بعيدا عن مناطق التكدس السكاني. كما تابع الرئيس جهود استغلال وتطوير مجموعة أراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة، خاصة في منطقة شرق القاهرة، موجها سيادته بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضري في المحافظة. المنشط القادم من المصري اليوم، مصر تقود الجهود الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي. تفاصيل تقول: في الوقت الذي تكتسب فيه قضية التغيرات المناخية زخما دوليا واسعا، أطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة وأن الرؤية المصرية شاملة ولا تقتصر فقط على الجوانب الفنية، بل ترتقي إلى مستوى تحديات التعامل مع هذا الملف، وتتطرق إلى جهود التنمية والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتطويع البحث العلمي في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل برامج الشراكة الدولية في إطار المساعي الدؤوبة لتوحيد جهود العالم للحد من مسببات التغيرات المناخية. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقا لأهداف التنمية المستدامة. أشار التقرير إلى الترتيبات المحلية والدولية لإعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي، حيث أطلقت مصر في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 للتصدي بفاعلية لتداعيات تغير المناخ. أوضح التقرير أيضا أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق 5 أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلا عن تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
إلى اليوم السابع، وفيها استمرار التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12. التفاصيل تقول استمرت فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري السعودي فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، والذي ينفذ على مدار عدة أيام أو ينفذ بالمملكة العربية السعودية. تضمنت المراحل الأولى للتدريب عقد العديد من المحاضرات وإجراءات التلقين لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام. وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام، بما يظهر مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا البلدين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك تحت مختلف الظروف. يهدف التدريب الجوي فيصل 12 إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة بالتدريب في تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، كما يؤكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام، مما يدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. ما زلنا مع اليوم السابع، وفيها الحديث عن إطلاق مصر غدا بإذن الله القمر الصناعي الجديد 301. والتفاصيل تقول المصرية للأقمار الصناعية إطلاق نايلسات 301 غدا على قمر فالكون 9. التفاصيل تقول أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات المهندس أحمد أنيس أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايلسات 301 غدا الأربعاء في تمام 5:03 بتوقيت ولاية فلوريدا الأمريكية أو 11:03 ليلا بتوقيت القاهرة. سيتم الإطلاق على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية. وأضاف أنيس أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايلسات 201 الذي سينتهي عمره الافتراضي في 2028، ويمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث. أوضح أيضا أن نايلسات 301 يضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في نايلسات 201، وسيتوسع القمر في نطاق تغطيته إضافة للمناطق التي يغطيها القمر حاليا، حيث سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية ودول حوض نهر النيل بهدف تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية. لفت أنيس أيضا إلى أن إمكانيات القمر الجديد تشمل تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية، لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط خاصة حقل ظهر. وإلى صحيفة الأهرام، حملة طرق الأبواب تحاصر جائحة كورونا في كل بيت مصري. اطلقت وزارة الصحة والسكان حملة طرق الأبواب على مراحل بهدف تطعيم المواطنين بالجرعات المختلفة الأولى والثانية والثالثة والتنشيطية بلقاحات فيروس كورونا. يأتي هذا في إطار حرص وزارة الصحة والسكان إلى الوصول للمواطنين المستهدفين بالتطعيم في جميع القرى والنجوع والمناطق النائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف رفع المناعة المجتمعية والمحافظة على صحة المواطنين العامة. قالت وزارة الصحة والسكان إن الفرق الطبية التي تنفذ حملة طرق الأبواب بها تمريض مدخلي بيانات ورائدات ريفيات، بالإضافة إلى فرق تثقيف صحي
دورها المرور على منازل المواطنين والأسواق الشعبية ومواقف الأوتوبيسات والمناطق الصناعية والمدارس ومختلف الهيئات والمؤسسات للتأكد من موقف هؤلاء المواطنين من التطعيم. يأتي دور فرق التثقيف الصحي ومهمتها توعية المواطنين صحيا ونشر الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى حث المواطنين على الإسراع والتسجيل من أجل تلقي لقاحات فيروس كورونا. وتكون مواعيد عمل الفرق من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء. أيضا أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح حملة طرق الأبواب في تطعيم 1,432,000 مواطنا ضد فيروس كورونا خلال 8 أيام من انطلاق المرحلة الثانية للحملة في 5 محافظات بدءا من يوم 21 إلى 28 مايو الجاري. لمزيد من المتابعة معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي. أهلا وسهلا دكتور محمد. يا أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك دكتور محمد. وهنا الحديث عن جهود وزارة الصحة متمثلة في حملة طرق الأبواب لتطعيم المصريين وأيضا إعطائهم تثقيف الحقيقة تجاه فيروس كورونا. بس السؤال دكتور محمد، أو يمكن الملاحظة، أنه عادت كورونا من جديد، أو هكذا تصور المصريين أن كورونا انتهت يعني من مصر على الأقل وبدأ يتم التخفيف من الإجراءات الاحترازية، لكن وجدنا في الأيام الأخيرة الحقيقة ظهور بعض الحالات حتى لدى بعض المشاهير، حتى لاعبي الكرة بعضهم قبل السفر مع المنتخب للمشاركة في مباراة إثيوبيا المرتقبة مثلا، كان البعض كانت مسحته ظهر فيها إصابته بكورونا. إيه السر في عودة كورونا للظهور من جديد؟ ستظل كورونا بتظهر ومفيش خوف، لن تكون مثل الجائحة الأولى. التحورات الحالية أكثر انتشارا ولكنها أقل ضراوة، أقل ضراوة لحصول المجتمع على مناعة مجتمعية من وجود المرض داخل المجتمع والحملات التطعيم الناجعة التي حدثت في مصر الحقيقة. لكن ستظل كورونا موجودة في كل منطقة في العالم وفي ال6 مناطق اللي هم تشملهم منظمة الصحة العالمية، لكن لا خوف حتى الآن من هذا المرض. ده مش معناه أن المرض غير طبيعته، لكن التعامل الجسم البشري المناعي والحصول على مناعة مجتمعية مع المناعة المكتسبة أدى إلى أن المرض يبقى أقل ضرورة داخل جسم الإنسان. لكن سيظل المرض متوطن في العالم وسنصاب به زي أدوار البرد. دكتور أحييك بداية على مصطلح المناعة المجتمعية، لأنه في الغرب سيادتك تعلم أنه يطلقون عليها مناعة القطيع، وهو يعني اسم هي الحياة هيرد اميونيتي، دم تقيل الحقيقة يعني. إنما عودة مرة أخرى دكتور إلى فكرة التطعيم، والحقيقة أن وزارة الصحة على مدار الأيام الماضية استطاعت أيضا ومن خلال حملة طرق الأبواب أن تطعم أكثر من 1,000,000 شخص في 8 أيام، وده رقم قياسي. مش بس الحملة هدفها التطعيم، إنما أيضا هدفها التثقيف. والحقيقة أنه ما زال حتى الآن هناك بعض الشرائح أو الفئات التي ترى يعني لا جدوى من هذا التطعيم. ده كلام مرفوض. التطعيم على مر التاريخ هو اللي أنقذ البشرية من الجدري. صحيح صحيح. وهو اللي أنقذ البشرية من شلل الأطفال، ما كانش في بيت بيخلو من شلل الأطفال، وما كانش في بيت ما فقدش عزيز لديه من الجدري. قبل سنة 76 الكوليرا، التيفود، الفيروس الكبدي ألف، فيروس الكبدي بي. فالتطعيمات هي اللي انقذت البشريه من الحصبه الالماني والحصبه العاديه، و يعني كثير من الامراض مثل الدرن ايضا. والتطعيم ضد الدرن كان في الماضي حتى بيرفع المناعه الذاتيه الايميت بهذا الشكل. فالتطعيمات هي السبيل الوحيد للسيطره على اي مرض في التاريخ، هي اهم حاجه في فكرة المناعة المكتسبة، هيومورال إميونيتي، المناعة المكتسبة. وفي حال تطعيم 70% من أي مجتمع يحصل مناعة جمعية مجتمعية هيرد إميونيتي.
نعم دكتور، ايضا يعني الحقيقه انه نسبه كبيره يعني لا ننكر حصلت بالفعل على التطعيم في مرحلتيه الاولى والثانيه، والقليل منهم حصل على الجرعه التنشيطيه. هل بتشوف سيادتك انه مهم في هذه المرحله جدا الحصول على الجرعه التنشيطيه، لا سيما مع عوده ظهور كورونا من جديد؟ هي ضروره بالفعل، لان المرض يعني في عندنا امراض بتدينا مناعه طول العمر، زي تطعيم ضد الحصبه، زي التطعيم ضد الشلل للاطفال. في امراض بتدينا مناعه لمده 10 سنوات زي الدفتيريا، زي التيتانوس. وفي امراض ما بتدينا تطعيمات بتدينا مناعه لمده 9 ل 10 اشهر زي الانفلونزا. وفي تطعيمات بتدي مناعه يعني كمرض، المرض لعدم وجود حاجة اسمها خلايا ذاكرة. خلايا الذاكرة هي اللي بتحدد المرض ده، يعني التطعيم منه هيعيش العمر كله. في خلايا ذاكرة بتعيش مدة صغيرة زي الأنفلونزا مع وجود تحور للفيروس. أما في حالة الكورونا فالمدد اللي ممكن تدي حماية فيها متوسطها من 7 ل 9 أشهر، فضروري الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة ضروري. نعم دكتور، مع بداية كورونا كنا نستمع إلى شائعات بأنه الطقس الحار، والحين كنا لسه من وقت قليل يعني بنتحدث عن فكرة موجة شديدة الحرارة تهاجم مصر غدا، إنما كنا في بداية كورونا كنا نسمع أو كان يقال أنه درجات الحرارة المرتفعة من الممكن أن تقلل من عدد إصابات بكورونا أو انتشار كورونا بشكل كبير. هل ما زال هذا الحديث صالح أم أنه فقط مجرد شائعات أو تكهنات؟ عمره ما كان حقيقة، وكذبنا أكثر من مرة حتى مع بداية ظهور مثل هذا الكلام على قناتنا الجميلة. تماما، لأن لا علاقة له بالحر. هو لا يموت بارتفاع درجة الحرارة، فإنه فيروس هو داخل الجسد. هو ينتشر عن طريق الرذاذ بكتلة جرثومية صغيرة، بيحتاج كتلة عدد جراثيم قليل علشان ينتشر، فهو سريع الانتشار تنفسيا من خلال الأماكن غير جيدة للتهوية. فهو مع ظهور الحر الناس بتستخدم التكييفات والأماكن بتبقى التهوية بتاعتها بتبقى مع التكييف قليلة جدا، فده بيحصل. ومع دخول الشتاء أيضا الناس بتقفل البيوت، فهي لا علاقة لها لا بشتاء ولا بصيف. هو ليس مرض موسمي، لكن هو هيزداد لأن هو جائحة جديدة، فبيزداد بتعرض الناس لهذا الفيروس. دكتور، سؤالي الأخير لحضرتك واسمح لي حبعد عن كورونا شوية، إنما بستغل وجود حضرتك معانا على الهاتف. مع هذه الأجواء الحارة نصائح حضرتك إيه، خاصة وإنه في ناس كتيرة يعني لا تهتم بشرب الماء بشكل جيد؟ الحقيقة أول حاجة إحنا قلناها هي شرب الماء وعدم التعرض للحر المباشر أو غير المباشر. مش معنى أن أنت لم تتعرض لحر غير مباشر أن ما يجيلكش ضربة حر أو ما يطلق عليه ضربة الشمس. الجسم لا يستطيع التعامل مع درجات الحرارة المتفاوتة في الحرارة، خاصة إذا كنا بناخد أدوية ضغط، إذا كنا بناخد أدوية اكتئاب أحيانا، إذا كنا من كبار السن اللي ما عندناش رياضة وما بنشربش مية كتير. فده ممكن حاجة اسمها في مركز يعني التعامل مع الحرارة داخل المخ ما يبتديش يعمل هذا الأمر بشكل جيد، خاصة إذا كان في رطوبة، سواء في تعرض مباشر لأشعة الشمس وغير أشعة الشمس. والمجهود الشديد في أثناء الحر حتى للصغار السن قد يؤدي إلى ضربة الحر، فلا بد في هذه الأجواء من شرب المية وعدم التعامل مع الشمس المباشرة، ولازم يبقى في أماكن جيدة للتهوية. دكتور محمد المنيسي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، شكرا جزيلا لحضرتك. عودة مرة أخرى إلى المصري اليوم، وهذه المرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تحدد موعد سداد القسط الأول للمدارس الخاصة بالعام الدراسي الجديد. التفاصيل تقول: خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية رسميا بضوابط تحصيل رسوم المدارس الخاصة، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023. شددت الوزارة على حرص الإدارة العامة للتعليم
التعليم الخاص والدولي على انضباط العمل في المدارس الخاصة، ولذلك تقرر التشديد على الإدارات التعليمية بضرورة إصدار نشرات مصروفات المدارس الخاصة قبل بداية العام الدراسي وتسليمها للمدارس الخاصة التابعة لها لإعلانها لأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي بشهر على الأكثر. تم تحديد موعد استحقاق القسط الأول من مصروفات المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي، ويحظر تحصيل أي مصروفات قبل الأول من سبتمبر. أيضا يحظر بشكل مشدد على جميع المدارس الخاصة تحصيل نسبة 10% من القسط الأول إلا إذا تم التحويل من المدرسة في الفترة من أول سبتمبر 2022 وحتى بداية العام الدراسي التعليمي وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة. كانت هذه قراءة سريعة لأهم ما طلعتنا به صحافة الغد ما بين الصحافة القومية وأيضا الصحافة المستقلة. شكرا جزيلا لحضراتكم على المتابعة، وخدماتنا الإخبارية متواصلة مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار.